السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هناخد lecture 5. lecture 5 دي بقيت lecture 4 اللي كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هي quality policy and objectives. المفروض ان انتوا المفروض ان شاء الله يعني تكونوا ذاكرتوها. مراجعه سريعه كده على lecture اللي فاتت. lecture اللي فاتت كنا بنتكلم من اي مؤسسه في الدنيا، سواء كانت service او manufacturing، يعني plant بيبقى بيعملوا ال administrative work بتاعهم، او عشان يبتدوا في 7 خطوات لازم يمشوا عليها. ايه هما؟ كانت اول حاجه كانت ان انا بحط البوليسي والميشن والفيجن، وبعدين ابتدي احط الاوبجكتيف اللي هي بتعمل لي الفيجن بتاعتي، وبعدين بعمل بلاننج اورجنايزنج مانينج لغايه الاخر، لغايه ما بوصل للكنترول. احنا في المحاضره اللي فاتت وصلنا لغايه ان احنا عملنا الاوبجكتيف، واتفقنا ان انا الاوبجكتيف بتاعي علشان اعمل بريك ثرو مختلف تماما عشان الاوبجكتيف بتاعي عشان اعمل كنترول، واتفقنا ان انا عشان واحد راي الناس على الاوبجكتيف بتاع الكنترول اسهل بكتير من واحد راي الناس على الاوبجكتيف فور بريك ثرو. بتاعي واتفقنا عليه، سواء كان الاوبجكتيف ده فور بريك ثرو او الاوبجكتيف ده فور كنترول. هيجي الدور بعد كده للبلاننج. عشان planning to meet the quality objective في شوية حاجات كده أو خطوات كده لازم أعملها، تتعمل عشان أقدر إن أنا أعمل planning. أول خطوة عندي إن أنا أقسم ال objective بتاعي لتاسك صغيرة. يبقى أنا أول خطوة لازم أعملها إن أنا زي مثلا إحنا المرة اللي فاتت قلنا إيه؟ عايزين نقلل ال losses بتاعة ال defects ب 10% على آخر السنة. طب عشان أقلل ال losses بتاعة ال defects ب 10% على آخر السنة، هجيب بقى مثلا يعني هبتدي أحط شوية tasks عشان تعمل لي الاوبجكتيف ده. يبقى اول خطوه بعملها ان انا بعمل بريك داون الاوبجكتيف انتو زير اليمنتس. طيب بعد ما قسمتهم هعمل ايه بعد كده؟ بعمل اساين لي ريسبونسابيلتي. يبقى خلاص انا عارف ان انا عندي 10 تاسك، ابتدي اقول كل تاسك من دي الجوب ديسكريبشن بتاعها ايه، ومين اللي المفروض يعملها، او انا محتاجه منه يعمل ايه. يبقى انا محتاجه ان انا اعمل جوب ديسكريبشنز واساين ريسبونسابيلتي او المسؤوليه بتاعت التاسك دي. بعد كده احط التايم تيبل، واحنا اتفقنا ان التايم تيبل ده مهم جدا جدا بالنسبه لي، لان انا مثلا لو اديتكم ريبورت وقلت لكم ما ادتلكوش ديو ديت للريبورت ده مش هتعمل غير في اخر لحظه. لو انا قلت لكم مثلا مطلوب منك ريبورت الفلاني وما قلتلكوش انا هستلمه امتى، ما حدش هيعمله اصلا. يبقى التايم تيبل ده مهم عشان بيحدد للناس الوقت اللي لازم يخلصوا فيه الشغل، فده في حد ذاته بيموتيفات ذن ان هم يعملوا الشغل اللي وراهم. بعد كده بعمل سيلكشن وتريننج للبيبل، ببتدي اختار الناس اللي هتعمل التاسك دي وابتدي امرنهم على التاسك دي، وبعدين بحضر الفاسيلتيز بتاعتي. يعني انا لو عملت بلاننج وقسمت التاسك ابقى عرفت التاسك اللي عندي، وعملت اساينج للريسبونسابيلتي وحط لها وقت، بس الفاسيلتيز عندي والاكويبمنت اللي عندي وامكانياتي ما تسمحش ان انا اعمل التاسك دي، يبقى كل البلاننج اللي عملته ده ملوش لازمه. يبقى انا كمان لازم اتاكد ان الفاسيلتيز بتاعتي كويسه، اعمل لها فيجنز كده بروفيجن يعني اشوفها واحضرها عشان ابتدي ان انا اشتغل الشغل بتاعي. واخر حاجه بقى ابتدي ان انا اعمل ميجرمنت اوف بروجرس، ابتدي اشوف الوضع بتاعي ايه، انا فين البلان، هل انا ماشي بلان صح، هل عملت المفروض يتعمل. طب لو لقيت ان لاي سبب ما مش ماشي بلان صح، ابتدي اخد الاكشنز اللي تخليني اعمل يعني اعدل البلان بتاعتي واعمل لها سكادولينج، وابتدي اشوف ايه الاسباب اللي خلتني ما اعملهاش وابتدي اشوف لها حلول. يبقى انا عشان اعمل بلاننج عشان ميت الكواليتي اوبجكتيف او عشان اعمل بلاننج لاي حاجه في 6 خطوات بعملهم. يبقى ايه هما؟ اول حاجه بقسم الاوبجكتيف بتاعتي لشويه تاسك او اليمنتس، ابتدي اساين ريسبونسبيلتي للتاسك دي، بحدد الوقت المحدد لكل تاسك دي تاخد وقت قد ايه، ببتدي اعمل سيلكشن للناس وامرنهم، احضر الفاسيلتيز بتاعتي، اشوف البروجرس بتاعي هل انا ماشي اكوردنج للبلان، وانا محتاج اعمل سكيدولنج للبلان بتاعتي، او محتاج ان انا اعلم الناس حاجه تانية اصلح الوضع بتاعي. كان الاوبجكتيف فور بريك ثرو مختلف عن الاوبجكتيف فور كنترول، نفس الحكايه بالنسبه للبلاننج. البلاننج للبريك ثرو مختلف تماما عن ان انا اعمل بلاننج فور كنترول. تعالوا كده نتخيل لو انا واحد عايز اعمل فكره جديده، او عايز اعمل بريك ثرو في المصنع بتاعي، او في تكنولوجيا جديده عايز اطبقها، اول خطوه هتبقى ايه؟ اول خطوه لازم اعملها ان انا اقنع الناس اللي هي ذات شان او اللي اصحاب القرار ان احنا فعلا محتاجين التغيير ده. يبقى اول خطوه بالنسبه لي بريك ثرو ان اتيتيود. يعني لازم ان انا بريك ثرو ان اتيتيود ده معناه ان انا اقنع الناس اللي هي صاحبه القرار او اللي هم التوب مانجرز او اللي هم لازم يوافقوا عشان يتعمل البريك ثرو ده، ان البريك ثرو ده فعلا مهم وان احنا فعلا محتاجينه.
طيب انا خلاص اقنعت الناس وناس بقت مقتنعه ان ده مهم، تاني خطوه اعملها ايه؟ discovery of the vital few projects. يعني ايه ال vital few projects؟ دلوقتي انا عشان اعمل التغيير ده او عشان احسن، مثلا زي المحاضره اللي فاتت لما شفنا الاكزامبل بتاع اللي هو الفيلد الفيلد فيلير، لان ان في حاجات كتيره ممكن اعملها عشان اقلل الفيلد فيلير، لازم ان انا اشوف اعمل اناليسيس كده واشوف ايه الحاجات القليله اللي هتديني تاثير كبير ودي اللي اهتم بيها، دي اللي انا ابتدي بيها. بمعنى ايه؟ يعني مثلا ممكن يكون عندي حاجات في الفيلد فيلير بتعمل لي فيلد فيلير مره، يعني بتوقف لي المصنع مثلا او بتعمل فيلد فيلير، بتعطل لي الانتاج ساعه كل شهر في المصنع، وعندي حاجه تانية بتعطل لي الانتاج نص ساعه 100 مره في الشهر في المصنع. يا امين فيهم بالنسبه لي اهم، رغم ان دي مثلا سيخ لي 10 دقايق على حاجه بتحتاج 10 دقايق بس بتوقف الانتاج 100 مره في الشهر، ولا حاجه بتوقف الانتاج ساعه مره واحده في الشهر؟ يبقى انا لازم لو عرفت ان انا عايزه احسن ايه او اعمل بريك ثرو ايه، لازم اشوف انا ممكن اعمل بريك ثرو ايه، الحاجات اللي بتاثر لي عشان اقدر اعمل بريك ثرو دي، او ايه البروجكتس اللي ممكن تحسن لي، او ايه هل هحسن في الماتيريال، هل هحسن في الديزاين، هحسن في ايه، اشوف مين فيهم ليه تاثير كبير وبياخد وقت اقل. يبقى انا لازم احدد الفايتال فيو. احنا عندنا تعريف كده في الكواليتي حاجه اسمها فايتال فيو وتريفيال ميني. الفايتال فيو الحاجات القليله اللي تاثيرها 60 70% من المشكله، والتريفيال ميني حاجات كتير تاثيرها 30%. يبقى انا لازم بعد ما اقنع الناس ان انا اعمل بريك ثرو ان اتيتيود، او ان انا محتاج فعلا ان انا اعمل بريك ثرو ده، لازم اعرف ايه المشاكل القليله اللي ليها تاثير 60 او 70% من التوتال المشاكل اللي عندي. يبقى لازم ديسكفري فايتال فيو بروجكت. طيب خلاص انا عملت تعريف ايه الفايتال فيو بروجكتس اللي هعملها، هعمل ايه بعد كده؟ بعمل حاجه اسمها بريك ثرو ان نوليدج، اورجانايزنج فور بريك ثرو ان نوليدج. يعني ايه اورجانايزنج فور بريك ثرو ان نوليدج؟ انا عرفت ايه المشاكل الصغيره اللي انا هشتغل عليها، او ايه الفايتال فيو المهمه بروجكتس اللي انا هشتغل عليها. المشاكل دي بتبقى محتاجه كذا حد من ديبارتمنتس مختلفه، انا لازم ان انا اجمع الناس دي مع بعض واقعدهم مع بعض وابتدي ان هم يتناقشوا عشان يشوفوا هنطور ايه، هنحسن ايه، او ايه الخطه بتاعتنا اللي هنعملها. يبقى لازم يبقى في حد مسؤول ان هو يجمع الناس دي، يبعت لهم ايميلات يقول ان الميتنج جاي يوم كذا، يبقى التشيرمان بتاع الميتنج او يحدد من التشيرمان بتاع الميتنج، يتاكد ان الميتنج ماشيه صح، وان احنا بنطلع في الاخر من الميتنج ده بحاجات هادفه وشويه يعني اكشن بلان كده هنمشي عليه، او بلان هنمشي عليه. غير لو احنا يعني كله اعترض، لو كان الميتنج مفيش حد يعني هو اللي بيدير الميتنج وكله اعترض او كله اختلف، او في الاخر طلعنا بناثينج او مفيش قرار معين اتاخد، يبقى احنا كده مش في حاجه. يبقى انا لازم اعمل اورجانايزنج النوليدج، يعني كل الناس اللي عندهم النوليدج اللي ليها علاقه بالفايتال فيو بروجكت دي لازم اعمل اورجانايزنج ما بينهم، اقعدهم مع بعض اشوف ازاي ان هم هيتقابلوا، احدد الميتنجز هيتقابلوا فيها، ادير الميتنجز بطريقه فعاله بحيث ان انا اجي في اخر الميتنج في عندي اكشن بلان، احنا هنعمل 1 2 3 4. غير لو جينا في الاخر كله موافق او كله معترض او كله اتخانق، وفي الاخر طلعنا في اخر الميتنج بناثينج ولا اي حاجه مفيده. طيب يبقى انا اول حاجه اعملها بقنع الناس المهمين او ذات القرار ان انا محتاج اعمل البريك ثرو ده، حددت البروجكت اللي هشتغل عليها، عملت اورجنايزنج للنوليدج بتاعت الناس. الخطوه الرابعه والخامسه، الخطوه الرابعه والخامسه، الرابعه بحدد الستيرنج ارم، والخامسه بحدد الدياجنوستيك ارم. مين الستيرنج ارم دول؟ الستيرنج ارم دول دول الكوميتي اللي هم هيديروا بقى الناس اللي هتنزل تعمل اناليسز وتشوف تعمل الشغل على ارض الواقع. في لازم ان انا يكون عندي تو كوميتي، كوميتي هي اللي بتدير وبتقول للناس، بتوجههم وتقول لهم اعملوا 1 2 3 4 5، وفي ناس ثانيه هي اللي بتنزل تقيس فعلا، تبتدي ان هي تعمل اناليسز، تشوف تحلل القرايات اللي هم خدوها يرفعوها للستيرنج ارم، الستيرنج ارم تقول لهم لا، يعني ناس توجههم. يبقى الستيرنج ارم دول دول الناس اللي بتوجه الناس اللي بتقيس فعلا، او هي اللي بتعمل ريبورتات فعلا. بمعنى احنا عشان يعني الاكزامبل ده بعيد شويه بس حاولت افهمه كده، احنا عشان نعمل البروسيس بتاعت الدوره التعليميه، انا بطلب منك ريبورت، انت اللي بتقيسه، او انا مثلا مشرف على البحث، اللي تحتيه او الطلبه اللي هي بتعمل البحث هي الدياجنوستيك ارم، هي اللي بتشوف فعلا الداتا اللي محتاجينها، هي بتنزل تقيس، بترجع للمشرف على البحث
تقول له انا وصلت لكذا وكذا وكذا، المرشد بتاع البحث هو اللي يوجههم، يقول لهم لا يبقى السكه دي مش هتوصلنا لحاجه، كملوا في السكه تانية، لا كده كمان بس محتاجين انتوا تعملوا اناليسيس في ده اكتر، محتاجين انتوا تعملوا ريكومنديشن مش عارفه في ايه. يبقى انا بعد ما حددت اللي عملت بريكس انه لو جوعفنا احنا هنعمل ايه البلانز بتاعتي او ايه التاسك بتاعتي اللي هتتعمل، ببتدي احدد اعمل كريشن ستيرنج ارم. الستيرنج ارم دي الناس هتعمل مانجمنت او هتمانج الناس اللي هتعمل الشغل الحقيقي اللي هي الدايجنوستيك ارم. يبقى المشرف على البحث هو ده الستيرنج ارم. الطلبه بقى اللي بتنزل هي تقيس وتعمل اناليسز وتقرا وتشوف هنعمل ايه وبعدين ترفع للمشرف على البحث عشان هو يوجهها يقول لها تمشي ازاي، هي دي الدايجنوستيك ارم. يبقى حددنا مين الستيرنج ارم المشرفين، وحددنا مين الدايجنوستيك ارم اللي هيعملوا هم الاناليسز وهم اللي هيقيسوا. خطوه بعد كده ايه؟ ان انا بقى اعمل اناليسز او اعمل دايجنوستيك، ابتدي فعلا ايه اللي موجود واعمل دايجنوزز للوضع واجرب حاجات كتير وارفع لهم ها ممكن نعمل كذا، لا ده مش كويس كتروه هنا اكتر، لا الماتيريال دي مش نافع اعمل او ريسيرش اكتر، يبقى هعمل دايجنوز. طيب خلاص عملت الدايجنوز، الخطوه السابقه ايه؟ والخطوه دي مهمه جدا جدا جدا، بريك ثرو ان كلتشر باترن. يعني ايه بريك ثرو ان كلتشر باترن؟ الانسان بطبيعته مهما كان مثقف مهما كان عارف بيرزيست اي جديد، اي حد في الدنيا بيبقى مش عايز يغير وضعه فيه من كونسبت ان اعرف احسن من اللي نعرفوش، انا متعود على كده اغير ليه؟ فدايما لما تيجي تطبق حاجه جديده او تنقل من تكنولوجي لتكنولوجي دايما الناس بتبقى ريزيست التشينج ده، الناس ريزيست التشينج ده عشان دايما بتبقى خايفه منه. فلازم مهم جدا 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 ان انا اعمل بريك ثرو ان كلتشر باثن، لازم اقنع الناس ان التشينج ده مهم وان التشينج ده هينقلنا لحاجه احسن، لان احنا اتفقنا ان كل واحد موجود مسؤول عن الكواليتي، الكواليتي دي عندنا في كل حته في المصنع او في كل حته في السيرفيس، فلازم كل واحد عنده مسؤوليه من الكواليتي. لو الناس مش مقتنعه باللي احنا بنعمله ومش مقتنعه بالليفل الجديد ده هبتدي انها ريزيست وبالتالي مش هيطلع منتج ذو جوده عاليه. يبقى انا لازم اعمل بيكسل ان كلتشر، لازم اقنع الناس او اشوف طريقه ان انا افهمهم فعلا اهميه الموضوع ده. طب الخطوه الثامنه بعد كده بعمل ايه؟ بريكسل ان بيرفورمنس. ابتدي اشوف بقى اعمل تريننج للناس، اشوف على سكيل صغير لو انا فعلا عملت ده كبرفورمانس بقى تطبيق عملي هيحصل ايه، اشوف الوضع كده احسن ولا اسوء، ومره يا ناس لقيت الدنيا تمام وكل حاجه ببتدي ان انا اعمل ترانزيشن تو نيو ليفل. يبقى انا عشان اعمل بلاننج فور بريك ثرو هعمل بلاننج عشان اعمل تكنولوجي جديده، اعمل اقل يعني ادخل حاجه جديده، هعمل بريك ثرو مش هعمل كنترول، هعمل حاجه جديده. ايه الخطوات اللي اعملها؟ مش حفظ باللوجيك كده، يعني انت دايما حاول ان انت تفهمه مش تحفظه الكواليتي سيستم بالفهم. انت متخيل عشان اعمل بريك ثرو بلاننج فور بريك ثرو ايه اللي هعمله؟ يبقى اول حاجه اقنع الناس اللي ذات قرار ان هم محتاجين ان احنا بالوضع ان احنا محتاجين فعلا بريك ثرو، ابتدي احدد ايه المشاريع اللي انا هشتغل عليها الفايتال فيو بروجكت، ابتدي اعمل اورجنايزنج للنوليدج اجمع الناس مع بعض اللي ليها علاقه بالموضوع ده عشان نشوف ايه احسن تكنيك او ايه احسن طريقه هنمشي فيها، احدد مين الستيرنج ارم زي ما اتفقنا الستيرنج ارم دول المشرفين، ابتدي احدد مين الدايجنوستيك ارم، اعمل دايجنوزس، ابتدي ان انا اعمل بريك ثرو ان كلتشر باترن اقنع الناس ان التحويل ده مهم، اعمل بريك ثرو ان بيرفورمانس انقل الليفل الجديد. ده البلاننج فور بريك ثرو. لو انا عايز اعمل بقى بلاننج فور كنترول، يعني انا عايز احافظ على الوضع القديم يفضل زي ما هو. طب انا عشان احافظ على الوضع القديم يفضل زي ما هو اول حاجه لازم اعملها ايه؟ choosing a control subject. لازم اشوف انا ايه اللي كنت بقيسه السنه اللي فاتت او ايه الوضع اللي انا كنت characteristics of quality اللي انا مهتم بيها واحددها. يبقى هاجي اقول مثلا هنقيس الدايمتر بتاع الشخص، يبقى اول حاجه بعملها عشان planning for control واحفظ على الوضع زي ما هو اعمل choosing the control subject. ايه السبجكت اللي انا عايز اعمل عليه control اللي انا عايز اخليه يفضل بنفس الوضع؟ طيب عملت choosing the control subject، ايه الخطوه اللي بعديها؟ احدد اليونت. ليه احدد اليونت اوف ميجر ده مهم جدا؟ انا ممكن يكون عندي اكتر من حد هم اللي بيعملوا الكنترول. لو انا قست بمليمتر وانت انت قست بانش، احنا بنتكلم عن دايمتر مثلا بتاع الشفط، يبقى كل واحد فينا هيطلع ريت مختلفه، فانا ممكن اطلع بتاعي صح وانت تطلع بتاعك غلط نتيجه ان كل واحد فينا شغال بيونت مختلف عن اليونت الثاني. يبقى انا لازم اول حاجه احدد ايه السبجكت اللي انا هقيسها اعمل عليها كنترول، لازم احدد ايه اليونت اللي هقيس عليها. ثالث حاجه احدد ايه الستاندرد بتاعي، ايه اللي انا هقارن بيه؟ لما احنا ان شاء الله في الكواليتي اشورنس هنشوف ان انا عندي اربع انواع من الستاندردز، هل انا هقارنه بتاع السنه اللي فاتت؟ هل انا هقارنه بالكومبيتيتور؟
هل انا هقارنه بالبلان؟ انا حاطط رقم معين او بلان معين ان انا عايز الفاليو بتاعتي تطلع ما بين الرقمين دول، هقارنه بايه؟ لازم برضو يكون الكنترول عامل الستاندرد بتاعي يكون محطوط، عشان كلنا في الاخر نقيس نرجع لريفرنس واحد، كلنا بنقارن ريفرنس واحد، فتطلع في الاخر الريزلت بتاعتنا او الاناليسيس بتاعتنا ماشيه كلها على حاجه واحده. يبقى اول حاجه بختار الكنترول سبجكت، بحدد اليونت اوف ميجر، بحدد الستاندرد. رابع حاجه السنسور اللي هقيس بيه، لازم الديزاين بتاع السنسور، السنسور هقيس بايه؟ هقيس بمايكرومتر، هقيس بفيرنير، الاكريسي بتاعته قد ايه؟ ما بقاش انا شغاله بجهاز الاكريسي بتاعته 1 من 1000 وانت شغال باكريسي بجهاز الاكريسي بتاعه 1 من 100. لازم كمان تكون الاكريسي بتاعت الجهاز او التولرنس بتاعه او الايرور فيه اقل بكتير من الايرور اللي انا بقيسها. يبقى لازم احدد السنسور او الجهاز انا اقيس بيه. خامس حاجه ودي مهمه جدا، ميجرنج بيرفورمانس، هقيس البيرفورمانس ازاي؟ لازم احدد كلنا نمشي بخطوات ثابته عشان نقيس البيرفورمانس. الطبيعه لو احنا في الليكتشر يعني بنعمل يعني بيوريكم اهميه ده ازاي عن طريق موزه. المفروض ان انتوا بتتقسموا لتيمز وكل تيم بياخد موزه وبياخد معاه مسطره او بياخد معاه مازوره، ويبتدي ان احنا نتفق ان كل تيم يقعد لوحده ويبتدي ان هو هيقيس الدايمتر بتاعه الموزه في نقطه معينه. انتوا عارفين الموزه الدايمتر بتاعها مش ثابت، فكل نقطه بيبقى دايمتر مختلف، ويبتدي يكتب الستبس اللي هيقيس بيها وهو ينفع الستبس دي وياخد قرايه، وبعدين يدي الستبس بتاعته للفريق التاني والفريق التاني بيقيس. لو طلعوا الاثنين كل فريق نفس الريدنج ده معناه ان هو حط ستبس صح، لو كل اثنين طلع ريدنج مختلفه ده معناه ان الستبس اللي اتحطت عشان يميجر البرفورمانس مش واضحه او مش مظبوطه. يبقى لازم الميجرنج برفورمانس ده يعني مهم جدا بالنسبه لي، لان انا لو كتبتش مثلا ان انت تنزل من اول نقطه في الموزه تنزل مثلا 5 سم تمسك التيب وتلفه حواليها وتاخد التيب من فوق ولا من تحت، يعني لازم تكون الستبس واضحه وصريحه ونمشي كلنا عليها عشان تبان ان فعلا ان الستبس دي مهمه جدا. يبقى لازم احدد الطريق او البروسيدجر اللي انا همشي عليه عشان اقيس البرفورمانس عشان يطلع كلنا في الاخر عندنا نتيجه واحده او يمشي كلنا بطريقه واحده. طيب بعد ميجرنج برفورمانس اعمل ايه؟ انتربريتنج ذا ريزلتس، ابتدي اعمل اناليسيز الريزلتس بتاعتي دي واشوف معناها ايه، اخد ديسيجن ميكنج واخد اكشن. يعني ايه؟ يعني انا لقيت الريزلتس بتاعتي خلاص ان كنترول وماشيين زي الستاندرد اللي احنا متفقين عليه تمام، يبقى احنا كده ماشيين صح ونكمل. لقيت ان في اختلاف ابتدي اخد اكشن واشوف ايه اللي خلى في اختلاف واشيل السبوتد بروبلم وابتدي ان انا يعني اقيس تاني واعيد القياس من اول وجديد. يبقى البلاننج في كنترول بعمل ايه؟ يبقى بحدد الكنترول سبجكت، بحدد ايه اليونت بتاعت الميجر بتاعتي، بختار الستاندرد اللي انا هقارن بيه، بحدد ديزايننج السنسور اللي هقيس بيه، لازم اعرف الميجرنج بيرفورمانس البرفورم عشان اقيس البرفورمانس همشي ازاي، ايه الستبس او البروسيدجرز، لازم تكون ثابته واحده ما بيننا كلنا. اعمل اناليسيز للداتا، اخد قرار واكت اون، اخد اكشن يعني اكت اون ديفرنس. لو الدنيا تمام هقول يا جماعه صح كده هنكمل على كده، لقينا في حاجه غلط هنشوف الغلط ده منين ونبتدي ان احنا نشيله ونقيس من اول وجديد. ما زي ما احنا شايفين ان انا عامل بلاننج فور كنترول مختلف تماما ان انا عامل بلاننج فور بريك ثرو. طيب الادمنستر كواليتي فانكشن مسؤول على الاثنين، عن البريك ثرو وعن الكنترول. بس المشكلة الكبيرة ان دايما هما بيبقوا مهتمين بالكنترول. ليه؟ لان لو في اوت اوف كنترول لما بيحصل سبورت بروبلم اللي هي المشكلة المفاجئة دي بتبقى زي كده صداع في ودنه، في حاجة قاعدة بتزن، القلم باظ، القلم باظ، القلم باظ، الحاجة بتطلع رقم غلط، بتطلع رقم غلط، فهو دايما مهتم بالكنترول وبيدي عذر ان هو مش هيعمل بريك ثرو نتيجة ان الكنترول دايما قاعد بيزن عليه، فهو دايما مهتم باليوم بيومه ان هو يحسن الكنترول ومش مركزين في البريك ثرو، وده طبعا غلط. لازم تكون البريك ثرو عندي في الاكتشوال بلان، لازم تكون في الاستراتيجيك بلاننج او انا بعمل بلاننج ان انا اخد في اعتباري ان انا اعمل بريك ثرو. يبقى الادمنستر بتاع الكواليتي فانكشن مسؤول على اثنين، بريك ثرو والكنترول. دايما ايزي تو فورجيت ان لايت نيفر اندنج ليست اوف برودكت بروبلم، نتيجه ان انا دايما عندي ليست ما بتخلصش من البرودكت بروبلم اللي هي بتظهر باليوم بيوم ان هما بينسوا البريك ثرو، وده بيبقى اكسكيوز فور لاك اكشن فور ذا كرونيك بروبلم. ده دايما بيبقى لاك اكشن، انا ليه مش بص للكرونيك بروبلم وليه مش بعمل البريك ثرو، وطبعا ده غلط، هو لازم يبص للاثنين. احنا اتفقنا قبل كده ان الكواليتي اكتيفيتيز زي ما شفنا في شابتر 2 بتاع الهيستوري بتاع الكواليتي حاجتين، يا اما تكنولوجيكال يا اما مانجيريال. المانجيريال زي ما اتفقنا
اللي هي حاجات ليها علاقه بالمانجر، زي ان انا احط البوليسي، احط البلاننج، احط الميشن، احط الفيجن، احط الاوبجكتيف، اعمل سيلكتنج للبيبل، كل ده من جيري اكتيفيتيز. ده التكنولوجيكال اكتيفيتيز زي ايه؟ حاجات ليها علاقه بالماتيريال، ليها علاقه بالمانيفاكتشنج، ليها علاقه بالاكويبمنت، اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي. لازم البني ادم يبقى عارف انت كمهندس اول ما تبتدي شغلك بتشتغل ك تكنيكال، تبقى تكنيكال سيرف، ما عندكش اي خطوه من خطوات المانجيريال. فانت في الاول طول الوقت 100% من الوقت انت شغال تكنولوجيكال اند فانكشنال بروبلم بس. المفروض مع مرور الوقت انت بتبتدي تترقى، فبتنقل من انت مثلا انجينير بتبقى مثلا البرودكشن انجينير، بتبقى المانجر اوف برودكشن انجينير هو فيرست لاين مانجر. فبتبقى شويه تكنيكال، انت عارف المشاكل الموجوده عندك في المصنع في الورشه، وفي نفس الوقت بتبقى مانجر ان انت بتمانج الناس اللي تحتيك. مع مرور الوقت بتبقى الميدل مانجر، فبتبتدي ان انت بتبقى مانجنج اكتر، اللي هو بتمانج الناس الفيرست لاين مانجرز، ويبقى عندك تكنيكال شويه اكتر، قصدي اقل بس مانجيريال اكتر. وبعد كده في الاخر خالص بتبقى 100% مانجر. اللي انت لازم تبقى فاهم ان انت التطور الطبيعي بتاعك حتى لو انت مهندس لازم تبتدي الموضوع تبقى 100% تكنيكال، ومع مرور الوقت بتوصل 100% مانجمنت. التكنولوجيكال ستاف ده واحد من لازم يساعد المانجر عشان يعملوا بيتر ديسيشن، ويساعدوهم ان هم يعملوا الديسيشنز دي. بل لازم كمان تبقى فاهم ان ده وان اوف ذا انبوتس اللي بتخش للتوب مانجر. يعني مش معنى ان انت بتدي له معلومه او قرار هو المفروض يعمل القرار بتاعته بناء على رايك بس، لان انت واحد من انبوتس كتير هي تدخل له. فانت بتبقى شايف من نقطة من وجهة نظرك انت، مش شايف من بقية المصنع. هو عنده الماني بيز، عنده الانبوت بتاعك، عنده الانبوت بتاع الديبارتمنت الثانية، عنده الانبوت بتاعت الماتيريال، عنده الناس اللي فوق بتبقى برضه ضغط عليه. يبقى انا لازم ابقى فاهم ان انا التكنولوجي از اونلي وان اوف ذا انبوت تو مانجيريال ديسيشن ميكينج اند اكشن. لان الانتربرايز ممكن انها فورسز، يعني ميني فورسز ممكن هي تأثر عليها، وبالتالي المانجر اللي هو شغال كويس لازم يعمل بالانس بتاع للفورسز دي كلها عشان يفضل انتربرايز الايف. فبالتالي ممكن بعض المانجر يعمل شويه قرارات بتبقى انت شايفها اللوجيكال للتكنولوجي للتكنولوجيست، هو ممكن شايف ان ده مش لوجيك من وجهه نظره، لان هو مش شايف الصوره كلها. فيعني فور اكزامبل مثلا ممكن التكنولوجيست يبقى عامل ديفلوب ان امبروفمنت ان بروسيس، شايف عمل بروسيس امبروفمنت كويسه وهو مقتنع بيها جدا، يبعتها للتوب مانجر، توب مانجر يرفضها. هو بقى مش شايف ليه التوب مانجر رفضها، وشايف ان هو مستبد، مش شايف مثلا ان الناس بتوع الار ان دي قالوا للتوب مانجر ان التكنولوجيا اللي انت عايز تعملها ادابت دي للبروسيس، البروسيس دي ابتدت تبقى اوبسليت. زي مثلا حد عايز يعمل ادابت تكنولوجي مثلا في التليفونات اللي هي الزراير، والار ان دي او الناس بتوع السير شايفوا ان الاتجاه اصلا جاي كله للتاتش موبايل، فبالتالي هو اكيد مش هيعمل ادابت للتكنولوجيا دي، وهو عارف اصلا ان البروسيس دي هتبقى اوبسليت، او التكنولوجيا اصلا هتبقى اوبسليت، يعني هتفنى او هتستوب او هتبطل تشتغل. فلازم الراجل بتاع التكنولوجي يبقى فاهم ان مش معنى ان هو القرار او الريكومنديشن بتاعه ان التوب مانجر لازم ينفذه، هو لازم يفهم ان هو بيساعده بيديله المعلومات، والتوب مانجر بيشوف المعلومات من كل الجهات وبيبتدي ان هو ياخد القرار على كده. اهم خطوه بعد كده اللي هي الايفالويشن والكنترول. الايفالويشن والكنترول ده مهم جدا جدا جدا، ان هو بيوريني انا فين من البلان بتاعتي، انا فين من الفيجن بتاعتي، هل انا ماشي على البلان صح، هل انا فعلا ماشي زي ما انا مخطط، ولا ابتديت احيد عن البلان بتاعتي، حصلت لي مشاكل او اكسترنال انفايرمنت، اكسترنال ريسك، ابتدى ثريتس ابتدى ان هو يضغط عليا فخلاني ان انا مش ماشي زي ما انا كنت مخطط. يبقى انا لازم دايما اعمل مونيتورنج للانترنال والاكسترنال انفايرمنت، لازم اعرف انا فين من البلان بتاعتي، عشان لو في مشكله ابتدي ان انا اعمل ريسكيدولنج للبلان، وابتدي اشوف ازاي احل المشاكل دي، وبعدين ابتدي انفذ فيها، ولا انا ماشي كويس فابتدي امشي عليها. يبقى المونيتورنج بتاع الانترنال والاكسترنال انفايرمنت ده مهم جدا. الاوبجكتيف بتاع المونيتورنج ان انا ديتكت تشينج ان الانفايرمنت، زي ما قلت لكم كده لازم ابقى عارف بره بيحصل ايه، عشان لو انا كنت شغاله على استراتيجي معين ولقيت ان العالم بيتجه لاستراتيجي جديده او لتكنولوجيا جديده، لازم اعمل ريسكيدنج للبلان او اغير الاستراتيجي بتاعتي. ما تبقاش المجتمع من بره شغال في حته وانا قافل على نفسي ومصمم ان انا اعمل التكنولوجي دي، ايفن لو المجتمع بره ما بقاش اصلا مهتم بيها. يبقى انا لازم دايما اعمل مونترنج للانترنال والاكسترنال انفايرمنت عشان اشوف ايه اللي متغير في الانفايرمنت،
بحيث ان انا اعدل الاستراتيجي بتاعتي، اعدل البلان بتاعتي لو لقيت ان العالم بدأ يتجه في اتجاه مختلف على البلان اللي انا كنت ماشي عليها اصلا. طيب احنا هنا كده خلصنا ان انا عملت بلاننج والايفالويشن كنترول. في حاجه مهمه جدا 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 بقى، اللي هي اوبريشنالايزنج الكواليتي دايمنشن. يعني ايه اوبريشنالايزنج الكواليتي دايمنشن؟ احنا المفروض ان انتوا كل واحد فيكم عمل ريبورت. الريبورت ده كان ان احنا بنختار سيرفيس معينه وبتدينا احنا نطلع لها دايمنشن. طيب الدايمنشنز دي كل واحد فيكم حط 5 6 7 8 10 دايمنشنز، هل كلهم ليهم نفس الويت؟ طب انا دايمنشنز دي لو انا ما اديتهاش رقم مش هقدر اعمل حاجه. انا يعني مثلا عندي 2 سبلايرز وكل واحد فيهم بيديني ماتيريال معينه او سب اسمبلي معين وانا مش عارف اختار ما بينهم، ببتدي ان انا احط الدايمنشنز بتاعتي اللي تهمني وتهم الكاستمر بتاعي، وابتدي احط لكل دايمنشن من دول ويت، وبعدين ابتدي احط الويت ده ارقام واجمع الارقام دي بحيث ان انا في الاخر يطلع رقم واحد. اكوردنج الرقم ده ان انا ابتدي احدد انهي فيهم اللي هختاره. يبقى مهم جدا 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 عشان اعرف الكواليتي بتاعت المنتج بتاعي، اعرف الكواليتي بتاع السبلاير بتاعي، او احدد الكواليتي بتاعت المنتج او سيرفيس اللي انا عايزاه، لازم اعمل اوبورتيونلايزنج للكواليتي دايمنشن. يبقى هي الاوبورتيونلايزنج للكواليتي دايمنشن ان انا بعمل ترانسفورمينج للكواليتي دايمنشن انتو كواليتي ماتريكس، فبالتالي اقدر ان انا تو كومبيت اند مانج التريد اوف. لما يكون عندي حاجتين عايز اختار منهم اعرف اعمل تريد اوف. طيب ده اول حاجه لازم احط، لازم افهم الامبورتنس بتاع كل دايمنشن. يبقى لازم افهم ان مش دايمنشنز كلها ليهم نفس الويت، كل واحد ليه اهميه مختلفه عن الثانيه. ابتدي احط ويت اكوردنج للامبورتنس بتاعه. طب الويت ده بجيبه منين؟ زي اتفقنا في المحاضره ان الويت ده 80% 70% بيجي من الكاستمر. لازم اعرف الكاستمر ايه المهم بالنسبه له، ما بقاش انا شغال ومهتم قوي بالجزء ده ويبقى الكاستمر اصلا مش في دماغه الجزء ده. يبقى اهم خطوه عندي ان انا اعرف الكاستمر ايه المهم بالنسبه له 70 80%، و20 30 20 30% الاكسبيرينس بتاعتي. يبقى الكاستمر انبوت شود بي يوزد تو ديتيرمين هاو فايتال ذا دايمنشن از. لازم الكاستمر مهم جدا 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 عندي في البروسيس عشان اعرف قد ايه الدايمنشن ده مهم او مش مهم. مش 100% الكاستمر، 80 70 ل 80% الكاستمر. طب مثلا على البرينتر، كونسيدر الكيس بتاع الليزر برينتر for personal computer. تعال نشوف الدايمنشن الجرافن دايمنشن اوف برودكت كواليتي ازاي اعملها بروشنالز. البرينتر ده برودكت، واحنا اتفقنا بدل برودكت انا عندي 8 دايمنشن هحطهم جرافن، ممكن ازود هم مين اللي ثابتين بس ممكن ازود عليهم او اشيل منهم على حسب انا شايف المهم بالنسبه لي. يعني ممكن ازود على 8 دول شويه دايمنشنز انا شايف ان هي مهمه هو مش واخدها في الاعتبار بس هو مين اللي واخد الثمانيه يعني، او اشيل منهم شويه حاجات انا شايف ان هي ملهاش لازمه بالنسبه لي على حسب البرودكت بتاعي. هناخد نشوف هنا البرفورمانس والفيتشر والريلابيلتي الديورابيلتي السيرفيسابيلتي والاستكس. البرفورمانس بتاع البرنتر انا يهمني فيها ايه، هقيسها ازاي؟ يبقى انا كل دايمنشن لازم اعرف انا هقيسه ازاي. هقيس البرفورمانس بتاعه، البيجز بير مينت بيطلع لي كام ورقه في الدقيقه، البرنت دينستي الدينستي بتاع الحبر بتاعي قد ايه، الفيتشر بتاعتي هل هو مالتيبل تريز، هل هو الوان مش الوان، الفيتشرز بتاعته عامه شكله، لا الفيتشر مش شكل استكس هي شكل، يبقى المالتيبل بيبر تريز، الكالر كابابيلتي، الريلابيلتي بيحصل له فيلير كام مره، الافريج بتاع الفيلير بتاعه خلال العمر الافتراضي بتاعه، باظ مني كام مره خلال العمر الافتراضي بتاعه. مثلا الديورابيلتي الاستيميتد تايم تو ستوبس، يعني مثلا الاول ما كناش لازم برينتر بعدين بقى لازم، الوقت اللي بياخده عشان يطلع برينتر جديد او تكنولوجي جديده او البرينتر عمره الافتراضي بتاعه بيخلص، الاكسبكتد لايف اوف ميجر كومبوننت، الكومبوننت بتاعته الافريج لايف بتاعها بتبوظ قد ايه، اللي هو السبير بارتس الاجزاء بتاعته بتبوظ وبروح اغيرها، يعني عمر الافتراضي بتاع الاجزاء اللي هو السبير بارتس بتاعته، الميجر كومبوننت بتاعته العمر الافتراضي بتاعها قد ايه، السيرفيسابيلتي في كام افيلابيلتي اوف اوثرايز ريبير سنتر، في كام سنتر بيصلح لي البرينتر ده حواليا في المنطقه او حوالين يعني موجود في المناطق الكتيره اللي هو الماركت سيجمنت بتاعها، بكام كابس بيطلع بير برينت كارتج، الكارتج بتاعتي دي تطبع لي كام ورقه او ممكن اطبع كام مثلا 5000 6000 ورقه قبل ما احتاج ان انا اغير الكارتج. طبعا طريقه الميجر دي انت اللي بتحددها، يعني انت بتحط الدايمنشن بتبتدي تحدد هقيس الدايمنشن ده ازاي،
وبتحط بقى انت على حسب انت شايف ايه المهم بالنسبه لك. ال perceived quality دي روها مش مشكله سهله، لو حد عنده مشكله فيها ممكن يسالني. انا كده حطيت ال dimensions بتاعتي، ايه ال dimensions بتاعتي؟ اعمل ايه بقى؟ ابتدي احط ويت لكل dimensions، اللي هو ده زي ما اتفقنا بنجيبه منين؟ 70 80% من الكاستمر، الباقي من الاكسبيرينس. فلقيت ان البرفورمانس ده مهم بياخد 30%، الفيتشرز مش مهمه قوي 5%، الريابيلتي مهم شويه 15%، وابتدي ان انا احط الويت بتاعي. طب المشكله عندي بقى ان انا ممكن للدايمنشن الواحد يكون عندي اكتر من ميجر، يعني مثلا لما اتكلمنا على السرفيسبيلتي قلنا انا عندي طريقتين، يعني حاجتين بقيس بيها السرفيسبيلتي، انا عندي كام بيرسنت حواليا وكمان بيطلع كام ورقه قبل الكارتج ما تفضى. طب انا هعمل ايه وانا عندي اتنين؟ يعني هعمل ايه انا دلوقتي عندي اتنين؟ هل هجمعهم مع بعض زي ما بتاعت الريبير سنتر واللايف بتاعت الكارتج بتاعتي؟ الليفلتي بتاعت الريبير سنتر اليونت بتاعتها ايه؟ نمبر اوف ريبير سنتر وزين ال 50 مايل. مين اللي بيحددها؟ انا. ده بالاكسبيرينس بقى، او ان انا بعمل سيرفي واشوف للناس ايه المهم، هل هم محتاجين الريبير سنتر يبقى حواليهم قد ايه، يعني ايه اللي يهمهم. لايف اوف كارتج نمبر اوف ريتد نمبر اوف كابس بير كارتج، بطلع كام ورقه بير كارتج. هل ينفع ان انا اجمع الاثنين دول مع بعض؟ لا طبعا. ليه؟ لان دول يونتس مختلفه. طبعا احنا عارفين من الناس من زمان ان انا ما اقدرش اجمع حاجتين مع بعض لو اليونت بتاعهم مختلفه. طب هعمل ايه؟ هبتدي اعمل حاجه اسمها رو فاليو اوف ماتريكس. يعني ايه؟ هبتدي احط ارقام. يعني هيجي مثلا هقول ايه؟ لو انا عندي 10 ريبير، لا 10 كتير، 5 ريبير سنتر حواليا في 50 مايل، انا هدي له 10 من 10. لو انا عندي 7 قصدي 4 هديله 9 من 10، لو انا عندي 2 هديله 7 من 10، لو انا عندي 1 هديله 5 من 10، لو انا ما عنديش خالص هديله 0 من 10. يبقى انا ببتدي اعمل ايه؟ متريك سكور، بديله زي فاليو كده. طب تعالى للريتد نمبر اوف كابس، ريتد نمبر اوف كابس بير كارتج. هاجي اقول مثلا لو انا بطبع لو هيطبع لي 5000 ورقه قبل ما يعني الكارتج تخلص هدي له 10 من 10، لو هيطبع لي 4000 هدي له 7، هيطبع لي 3000 هدي له 6، هيطبع لي 2000 هدي له 5. يبقى بحولها لمتريك سكور، يعني سكور بدي له سكور. يبقى انا كده خلاص عرفت ان مثلا لو انا دلوقتي عشان انا الرو فاليو بتاعتي انا عندي 2 ريبيرسنت ريزاين وزن ال 50 مايل بتاعتي فديته 7 من 10، عشان بيطبع لي 2000 واحده قبل ما الكارتج تخلص اديته 5 من 10. يبقى انا كده اقدر اجمع الاثنين دول على بعض، ليه؟ لان هما الاثنين بقوا سكور، فسهل يقوموا مفيش مشكله يجمعوا على بعض. طيب تاني حاجه لازم احددها، هل هما الاثنين ليهم نفس الويت؟ هل ان الافيلابيلتي بتاع ريبير سنتر ليه نفس الويت زي اللايف اوف كارتج؟ هل الناس يهمهم بيطبع كام ورقه بير كارتج زي يهمهم الافيلابيلتي بتاع ريبير سنتر؟ لو انا عندي دول بويت مختلف ببتدي اضرب السبعه دي، سي مثلا ان انا الافيلابيلتي بتاع البرسنتر يهمني الناس اكتر فهديله 60% واللايف كارتج 40%، فابتدي ان انا اقول 0.6 في 7 بلس 0.4 في 5 واطلع رقم. طب لو الاثنين ليهم نفس السكور هقول 0.5 في 7 زائد 0.5 في 5 اللي هي 7 بلس 5 على 2. فانا هنا اعتبرت الاثنين ليهم نفس الامبورتنس بالنسبه للماتريكس بتاعي وجمعت 7 بلس 5 على 2. ده لو هما ليهم ايكوال سكور، لو ما لهمش ايكوال سكور يعني كل واحد فيهم ليه ويت مختلف، في حاجه فيهم اهم من الثانيه، ببتدي انا احط ويت لكل واحده واضربها في الرقم بتاعها. يبقى انا كده خلاص للسيرفيسبيلتي بتاعتي طلعت رقم واحد، يبقى السيرفيسبيلتي بتاعتي تاخد 6. نفس حكايه البرفورمانس، هبتدي اخد دايمنشن دايمنشن، لو ليه 2 3 4 حاجات انا حطاهم اقيس بيها الدايمنشن ده هبتدي ان انا احط لهم ويت وابتدي احط لهم قصدي سكور متريك سكور، ده انا اللي بحدده اكوردنج للاكسبيرينس اكوردنج اللي يهم للناس برضه، وابتدي احسب لهم ارقام. فزي ما احنا هنلاقي ان زي ما قلنا السيرفيسبيلتي بقت 6، حطينا رقم واحد اللي هو 6. فهنعمل نفس الحكايه للبرفورمانس والفيتشر والريبيلتي وكله، وادي الارقام بتاعتها، واعمل نفس الحكايه للبراند التاني لو انا عندي تو سبلايرز، او لو انا هقيس عايز اعرف الكواليتي بتاع منتجين بطلعهم او منتجين هاخدهم سب اسمبلي او وات ايفر. طيب خلاص انا دلوقتي طلعت سكور فاليو لكل دول وطلعت سكور للبراند واي، هعمل ايه؟ هبتدي اضرب كل سكور في الويت بتاعه واجمع عشان في الاخر البراند اكس اطلع رقم واحد اقدر ابيز عليه. يعني هعمل 8 في 0.3 بلس 6 في 0.05 بلس 5 في 0.15
اجمع كل ده لغايه ما يطلع رقم واحد. 8 في 0.3 اللي هي 2.40، 6 في 0.05 0.30، هفضل اجمع كده لغايه ما يطلع لي رقم تحت. نفس حكايه البراند واي. طب لما يطلع لي براند اكس السكور بتاعه 7.45 وبراند واي 6.95، يبقى واضح جدا ان براند اكس بتاعي سوبيريور بالنسبه للبراند واي. يبقى انا ساعتها براند اكس بالنسبه للدايمنشنز بتاعتي، بالنسبه للويتس اللي انا حطاها اللي يهم الكاستمر بتاعي او يهمني، احسن من براند واي، فساعتها هختار براند اكس. احنا كده خلصنا المحاضره. طبعا لو في اي مشكله عندكم او في حاجه مش فاهمينها ممكن تبعتولي على الواتساب او تبعتولي على الايميل او تكلموني، مفيش مشكله، ونشوف ايه النقطه اللي انتوا مش فاهمينها. نتيجه للظروف اللي احنا فيها، احنا المفروض ان احنا كنا في شابترز انتوا اللي هتحضروها، فاحنا مش هعمل الموضوع شابتر ان انتوا تحضروها، لان ده هيحتاج ان انتوا تنزلوا تتقابلوا مع بعض، واحنا طبعا مش عايزين يبقى في تجمعات. وكمان هتقعدوا يعني تشرحوا قدامي ازاي، فاقدر ان انا كومنت عليه، فلو في حاجه ميس اندرستاندينج اقدر ان انا اشرحها لكم، فده هيبقى صعب بالنسبه لنا كلنا. فبالتالي الاسهل ان انا اللي اشرح. طب هنغير الريبورت ده بايه؟ هنضيف ريبورتات جديده هتعملوها. الريبورت ده ممكن يعني تتفقوا عليه عن طريق التليفون، تتكلموا، ده سهل مفيش مشكله. الريبورت ده عباره عن ايه؟ طبعا الريبورت ده مش هاخده، هحدد لكم، هحطه لكم على ان ام اس، وهنتفق هتقدموه امتى. يعني انا هحط لكم امتى هتقدموه، وهديكم ان شاء الله وقت كافي ان انتوا تقدموه، ما تقلقوش. يعني هيبقى عباره عن ايه؟ المفروض ان احنا ريبورت 1 كنا انتوا حطيتوا دايمنشنز للسيرفيس بتاعتكم، كل واحد فيكم حط 7 8 دايمنشن لكل سيرفيس. المطلوب منكم ان انتوا تشوفوا كل دايمنشن ده هيقيسوا ازاي، وتبتدوا ان انتوا تحطوا له ويت، وتعملوا لي زي الجدول ده. بس الجدول ده هيبقى لحاجه واحده، انتوا ما عندكوش حاجتين بتقارنوا منها، هيطلع لي سكور لحاجه واحده، عايز اعرف الدايمنشن بتاعت السيرفيس بتاعتكم دي عامله ازاي. هتبتدي ان انتوا تحطوا مثلا، تقولوا الكواليتي مثلا او البرفورمانس بتاع السيرفيس دي بتتقاس ازاي. هتبتدي ان انتوا تعرفوا طريقه القياس، تبتدي ان انتوا تحطوا ارقام من عندكم مفيش مشكله، تبتدي ان انتوا تحطوا ويت من عندكم، تقولوا لي ان الويت دي اكوردنج للسيرفي، تقولوا لي هتعملوا السيرفي ده ازاي، او هتاخدوا راي الكاستمر ازاي. يعني اعملوا اقتراح ازاي تقدروا ان انتوا تاخدوا راي الكاستمر، هتعملوا ايه عشان تاخدوا راي الكاستمر، وتحطوا لي طريقة القياس، وتبتدوا تفرضوا ارقام وتحسبوها بحيث ان انتوا تطلعوا لي رقم في الاخر. يبقى ان شاء الله ده الريبورت الجديد، عشان احنا هنقلب كل الريبورتات اللي هي بتاعت التحضير، او لو في حاجه محتاجه ان احنا نبقى فيس تو فيس لغايه ما ربنا يستر ونشوف هيحصل ايه. الريبورتات هتتعرفوا عليها كل يعني ما يجي وقتها. يعني يبقى انتوا المطلوب منكم ان شاء الله، انتوا المفروض ان انا بعت لكم ان انتوا المفروض تعملوا تحلوا شيت 1، وهو المفروض الديو ديت بتاعه 30 مارس. بعد ما نخلص الديو ديت ده هبعت لكم الاسايمنت الجديد او الريبورت الجديد، اللي هو ان انتوا تعملوا الدايمنشن تحطوا دي، تحطوها طرق قياس وتشوفوا هتقيسوها ازاي، تحطوا لي اسامبشن ازاي، او مش اسامبشن يعني تقولوا لي ازاي انتوا متخيلين ان انتوا هتقيسوا راي الناس عشان تجيبوا الويتس دي، وهتفرضوا ويتس وتحسبوها من عندكم. تمام، ان شاء الله تفهموا المحاضره، ولو في اي مشكله ابعتوا لي بقول لكم، او كلموني او ابعتوا لي ايميل، وربنا ميسر ان شاء الله. شكرا.